حسق محمود ما أنت مدحليت كيس سنة وجوع خلاص وجوع سدح صراهر لهاول فرماي جرم مدحليت كيس يو شنبلات كده منته جوهر على تيكر أفجوي على تيكر دي قالنا ده بدرات الشباب لقوا حري أي شباب بده يستان أول دور شقف عدهم قبعة دور شقف عد كاو قبلا أنتوا كقبلا سعيد دني ومدحون الدولة جبرات دولة جبرات هم الترا دن شخصي هو مركه رماشة مديو إنه مدحونا نقض فدر على مدحونا الدواء هذا رئيس الوزراء وهذه رئيس الوزراء الدواء أنا بدل أن تيسو نكون نقضوا لقح ترك صاب اللعب مركل إيجو كأقويهن اللي راهن ومدش الجوجا وحصاب حواجو أن مسيري أو بشدي أو مشاعب كتابني ودورة شو حلقة هلا يو طوري الوقت السنة أو هشيسكي أرتكدي سومالي ندعم دورة شو قف عدم أوسن كهر جلين مركل إيجو سي جود دورشين كي سوماليا إن حدا حل إسكو حل إسكو ميدا دور شلقة قبته مع مقودة دي نظام كاس ودق انقلو رجدة كقبته محيطه رجدة كقبه بقول كيف بقول واحد دور شقف عدا وحق عرا وحواي هرت مهي مد وأمن جوا أمن جنا بيار تيجي كوبادة يوسي مدحينها جمهورية دمرك أو ثلاثة عن ذلك أو فصل الله بتحس الشيخ محمود ذلك كان هذا دي كان ندا دولة جبرات جدا أفرت دولة جبرات شركان جوان كيسي تلدي سهرتا وحوكي مدي أفر دولة جبرات أو أهكو جلمدك هرشبال جبلان يكافر قلبات يقبل كبرادر وحين تاسو هدية مدحدي قران كوي مصرية مدحوينيه جمهورية دي رئيس الوساري انت سوه الشيسة بدلان يدو هرتوا أبا هادا وكو دي جرتاه وايقب سطي لكن نو ديگان ندينان كاري إن ماركتي حوغاي سومالي نغان كان كورا جيرك جيرنينا أن وحكا بدلو ديگان ندينا دي بورك اللوغة جفو مهمة دي أمنيقا احنا حد ديگان ندان كبلاو لابدان قبل أول إسكورا دي قلمدو يهر شبان برادر يدو وابا دورشو وابا كان نعكر تابا ديگ مويك وابا كان نعكران ديگان ندان قبل كبرادر وابا كان نعكران أمنيقو دوا سيف ديگ ما ألغو قبكر المرهن هرشبال هدي أدى أدو جوهرمان دورش لغو قبكرن ما أدى يبالان لغو قبكرن ما عدران لغو قبكرن ما رنجودا لغو قبكرن مساجع الجدودا لغو قبكرن ما الكوصرا لغو قبكرن هرشبال لغو لغو قبكرن قل مدوك يدان السيدو كاري كفر قل بيدن هدى انت يروح عدو وكهيستو مددا صارت كاهي هدى سيدو كو قران جدول كا وحالي صدن كبشة جون اي قبسوميسا دورشة قرياشة وكيلة ايو مدحة دولود كبرات يدا صدق جون أنت كهريدا دولة جبرات ده عن جبلان يكافر قلبه ووجه قلبه ده دجال كقبل لابندون ما بقى الناس اللي جارا يبى سدح براد لابد براد كدي بوا بلا صعب جرا ما بدي قال ندى يطولون كهريدا وقعدت وتكون جرا مركب دور الشقافة عدا إني كنا عدا كافر الصومالي وواحد يأدوين أو أباه ندى إن جو أن لقاته جو أن كنا أي قاتين مدح دي دلك وسريدي دي قال ندى عن كافر اللي يسكير هذا مدح ده كوضعها iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo talo inay gorfeeyo go'aan ku gaaray in deegaanada laga qabto doorasho aan laga qaban karaa wax culays ah dadleeda ay jiraan nur wax soo qaaday arinta amniga howlgal ayaa socda oo wajiga koobaad dhacay laba maamul goboleed ka dhacay koonfur galbeed iyo jubaland meelo badan ay shabaab ku haystaan labadii gobol ee hirshabeelle iyo galmeedna wili meel ay ku dhibeen shabaab ku ay gacanta ku hayaan marka in amnigi oo wili dagaal lagu jiro Soomaaliya oo kasoo kabanaysa marxalado kala duwan oo burbur ah siyaasad ahaan aan la heshiin in lagu ordo doorasho qafiicada dadku qaar waxay u arkaan nidaam ama shaati siyaasadeed oo ay dawladdu tolaneyso adigu waxa ku difaaceysa in dawladdu ay nidaamka ku saxantahay marka bal dhalinyarada kala midka u sheeg qodob ka duwan amniga xitaa amniga ay ku qancin karaan doorasho lagu qaban karo waxaan ku sheegaa horta deegaanada dadka hadda diidan doorashada qafiicada inay dhici karto waa dad deegaanadooda nabad ay u yihiin ee soddon kii sare la soo dhaafay anagu koofurtan markaan ay burburka iyo dhibaatooyinka iyo qaha aan ku jirnay nabad iyo amni heysto oo era booro isbitaalo xarumo dawladeed oo nadiif heysto soona tijaabiyey doorashada dadweyne nooc ay tahay anagu marka hadda amni ahaan marka ay timaado deegaanadan hadda inta ugu dambeysa hadda baawurka xamar ka qaadato ilaa xar dheer ku tii kartaa markaad marto dhinacan inta markaad ka baxdo ilaa baladweyne tii kartaa إلا يقال كعيب واسع كرتها وح عليه سوى أمن درا هذا مجرا
وحي كلاوت السيلات وحي فرسمان الدولود وكل واغضي إذا لقربا لكن دور الشقف يعطى أني كدع كرتو دادك الديقاء ندا يدقموين كاللو لو لو لوعليو واكدع كران هادا بأي دو مارك تيقيبه كمدا قبلدان هرشبال يقلمدو دور الشو قرعاني كدع دي عدادي كدع دي نوس مريبي كدع دي ماشا ورشيقي كدع دي جوهري هادا كدع ويسا مارك تيقى marka doorasho qof iyo cod ahaan nidaamsan oo sistemaysan oo doorashooyin kaasna dawlad goboleedada qabsaha ay kaliga oo dawladda dhexe garab ka meelin laakiin hadda doorashada iyo dawladda dhexe ay garab ka helayaan iyaguna ay u mideysiin u diyaarsan yihiin doorasho qof iyo cod mar walba waxaad ogaataan nidaam cusub marka la hirgelinayo caqabado uu leeyahay cadaw farabadan uu leeyahay hagaardamo badan oo in horumarkaas aad gaarayso aan lagu ogoreyn ayuu leeyahay waxaas way hadda wax hortaagan iyagana waa la wareejiyaa wayahay ee markaan eegno dawladda shirkii qabatay oo kii lixaad ahaa laba shir oo ka maqnaa shirkii beedhabo iyo shirka muqdisho Puntland ay maqneed oo hoggaamiyahooda Saciidan uu ka maqnaa in maamul dhan oo weyn oo maamulkii ugu horeeyay ee federaalka ahaa oo dhowr 20 sano jira oo maqan go'aan masiiri ah oo doorasho taaban in la gaaro laftirkeeda soo degdeg looma arko maya wax degdeg loo arko ma leh horta Soomaali waxay wax ku qaybsadaan 4.5 Saciid Dane waa madaxweyne dowlad goboleed dowlad goboleed oo matala dan shakhsi ah oo markii hore meesha uu mideeyo ah inuu madaxweyne noqdo federaal madaxweynaha duwaya hadana ra'iisul wasaare uu raadiyay ra'iisul wasaare hadu wayna Puntland-tiisa uu ku noqdo dhagax turka soo bilaabay markaa awood qaybsi leeyahay Soomaali 4 beelood bari wax ku qaybsadaan awood qaybsiga Saciid Dane golaha wada tashi qaranka waa joogeen waxaana ku matalay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Xamse Cabdibar waxaa kaloo joogay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo isku yimaaday qaybsi yihiin marka in Puntland ay ka maqan tahay nidaam waxaaba iska jiraano laakiin hadda wax culays ah oo maaragtay shirkan iyo geedi socodkiisa iyo doorasho laga qabto deegaanada أحمد مدوبة جوجي لفت كرينا جوجي علي جودلا جوجي قرقرة جوجي إيه أنا حكومة دولة قبل أدداس مركا إني دور سقفي على كقبتان دي قال ندود أم نقولنا دولة الحاو كاشدان سعيد أنا كرت الشمايان هربنا يستعين مكري وياه دوت كلي أو تاكسور جدا يا جرت أو آه إن جبلان إتها جبل أنا هذه بنتران إتها مام الجرا أدسان جبلان إتها مام الجرا أدسان مركا نعكل له إيه أنا هرشبة اللي إتها مام الجرا iyo galmudug hoggaamiyashooda ay fadhiyaan madaxweyne xashiqna uu fadhiyo oo ku sanduuq ah marka dheeraha la eego marka Puntland maqnaashaheeda lama dhihi karo Soomaa Saciid Dane adduu maqan yahay Xamse jooga iyo Axmedow jooga waxa saxiixa hoggaamiyaha Puntland ee go'aanadan masiiriga la gaaray muhiim ay u yahay shirka inuu ka dhaqanqal hadii aan la helin saxiixa waxay ka dhigan tahay in doorashooyinka laga qabanayo meel aan Puntland ku jirin Puntland horta iyadaaba ismaa mushaadda doorasho ka dhacayda Jowhar iyo doorasho ka dhacayda Dhuusamareeb iyo doorasho ka dhacayda Kismaayo iyo Baydhabo madaxweynayaashooda ay joogaan wax Saciid Dane ugu maareystaanayo ma fahmin oo loogu daba fadhiisto mid kale arrimo siyaasadeed haday jiraan iyada dawladda dhexe ma aragtay teeda kale waxaa kale muhiim ah in la kala saaro Saciid Dane iyo Puntland Saciid Dane nin shakhsi ah oo yimid waaye Puntland shalay yimid maanta waa ka tagaa dadka Puntland iyo isimadooda iyo dhaqankooda iyo shacabkooda dawladda dhexe horumarkii mashaariicda wuxuudi waa u fasaxay laakiin ninka dagaalka shakhsiga qaba Saciid Dane way shakhsiyadiisana uma hor istaagi kariyo anagu hadda ma waramayo deegaanka kale laakiin aniga labadan saddexdan gobol ee la yiraahdo Banaadir iyo Galmudug iyo Hirshabeelle ka soo jeeda deegaan ahaan si galmudu iyo Hirshabeelle iyo maaragtay gobolka Banaadir doorasho aan ka qabahay Saciid Dane saxiixkiisa hadaan ugu baahana waa isaga tagaaba laakiin Saciid Dane ma wax shaqay wax talo uu ku leeyahay mare doorasho Banaadir ka dhacayda iyo mid Hirshabeelle ka dhacayda masuul ugu xirran ma jiro waxyaabaha doorashooyinka ugu gadaaman dadka qabrada wax yiraahdaan caqabka ah in dalkaas uu leeyahay heshiis siyaasadeed oo lagu mideysan yahay oo dhinacyada siyaasaddu ilaan xisbiya soo baxaya siyaasiyiin kala ka arkay dawladdu haddii aan heshiis siyaasadeed la helin marka waa qayb kale weyn oo saameyn karta doorashada qofka codka la aaminsan yahay hadda oo saxiixiiba Saciid Dane uu lahaa uu halka ka maqan yahay sidee lagu heli karaa heshiis siyaasadeed oo doorashada lagu dhaqaajiyo heshiis siyaasadeed mid qaranka waa oo guud oo dalka ka dhacayda
جنوة لكن الشيس كان كره هدا آه ديجانا ده كفرت عين إسناداميان دول دقول ديجان يشان طورش قف في عدا يكد عدو تلانا كمله سعيد دني قالنا كمله سعيد دني ديجانا دي سواء نبض أو حر واك هذا طورش ده كوك قبسدو هاي ديجانا ده نقل مدوك يهر شباب اللي بنادر يكفرتان ده كان كلو دجا أو لبض عن معمولات جب لان يبدل أنا مصير كذا ثلاثة ذي قوان كذا يجا إسكاله ولح سعيد ترى هاد البرج صحيح لو غرب أما وقراش لو غرب أنا ما جرت سعيد ترى ما مقص بدل أنا وحكمة مصير كذا يكون جونية معمولات عن بنادر هرشة بل يقلمدو مصير كذا ضد كذي كان ده استجنوا مدال يعني جود لو يقارقاري إسكاله ثلاثة ذي قوان كذا وعي مرك قرنك تن قرنك تسوى واحد لسقي ما دور لكن مدة أنك لو دورش أنا قفي عدك على قلت دي كان كي يلا دورها هذول مدة كوبات ومدة استنبرا أن ساعة ماركت يا ما دور أغرق وحب أود عن تلوع لنا يا شعب كي وحصاد دورنا يا شعب كي عن أودي سنين دولة ما دحين حشيق ومدهار سنة جتة إن جو أنا ذا النقاطه ضد ضو أركا إن على السياسة ذات ومدحين وسكر لي أرنتنا أي صورة قال إحنا سنة ذا هن سنة ذا كلابا إن سامري إن تلابا ذا سقاط دور إنك دور شقفي عدا ضد إن شعب كي أركتي يبسل دور شقفي عدا يقالن كده بدول ده يكون قام يصدر شقفي عدا أنت حكي له قد يا ضدك علاس كأركا جو أنا ذا المسير جاه سو قال وضدك عداوة كؤه ديجانا ذا كافرت كسب الله وقال كعي إلا إيو أفهمه ضدك الدجوا ضد عداوة كؤه واي مدحونا حسن شرق أسيق على صوب مساجد كقط بيها هذا الكيس هذا الأويرية وحوه هاي أنا جو حور دعنا يمر إنه دعنا هاي سياسة مركي تمادنا يدرج صوماليا ماشي أبوس الرئيسي ومدحونا الجمهورية ده عن مركي اللي بعد جو قاولة ما أنت واحد يدمن عن ربو وأنا عن أركوب هاي دولة نمص صوماليا وعجها ده كويستان dowladda nimo Soomaaliyeed cagahaada ku istaagtay marka dadka diidan waayay dadkaas oo go'aanadan masiiriga ah ee hadda golaha wada tashiga qaranku ay gaareen wala Hassan Sheikh dal u ahna maaha wala madaxweynaha dowlad goboleedada dal u ahna maaha waa wala dan u ah dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya laga soo bilaabo Galkacyo ilaa iyo afmada u degan dan u ahway oo ah isku horumariye deegaanadiina dhista amniga hagaajista dowladnimadiina hagaajista isku xirnaada maamul samaysay aad ku midaysid tii la xisaabtami kartid cid diidan oo cid cadaawo ho loo jeedaba oo qarsoonayn shalay xasan shiiqo mucarad ah waxa dalka hoggaanka u hayay maxamed abdullahi farmaajo doorasho qafiicood ay soo jeediyay guddi doorasho oo madax banaana jiray muddadii ay ku qaban karaan doorashada baarlamaanka ay horgeeyeen heshiiska doorashada baarlamaanka la horgeeyay maxaa shalay xasan shiiqo ku diido doorasho qafiicood maantana uu miisku soo saaray ma waa kala duwiin taasi isma dhaw shalay xasan shiiq maxamuud حسق محمود ما أنت من حنيت كيس سنة وجوع خلاص نوجوع سدح سنة هر لهاود فرماي جرا من حنيت كيس يو شنبلا تكلم منته جوهر على تيكر أفجوي على تيكر دي قالنا ده بطلات الشباب لقوا حري أي شباب بده يستان أول دور شقف عدهم قبعة دور شقف قف قعد كاو قبلا أنت وق قبلا دلك يوم العدد وهو ده يست حسن أسقون من سنة الجوع من حنيت كيس سدح سنة يكلم منته gobolladii galmudug hirshabeelle ay shabaab xurkay yihiin kuwi kala koofur galbeedii jublaaran intii yareed ay u dhimaan yihiin inta ka dhinaaday 90 ka maalmoodo soo aadan rabo in lagu soo afjar dalkana uu gacanta ugu wada jiro mudaxiladkiisana uu 3 sano ka dhiman yahay maaragtay madaxweynuhu miiska soo saaray doorashada qofka codka ah maahane shalay mucaarad uu hayay maanta shalay mucaarad markuu ay dadka dhana wada diidanayo anaga dhalinyaradeena iyo dadka iyo inu gayriska waxaan jirka aan maragtay aan qiimeey karin sharci in shabrood ay la doorasho qofii cod ku qabsoomay oo afgooyna la tii kan joornaa la tii kan marka hadda xasan sheeqo maanta in xamar baawarka uga baxdo hobeey gaalka ayaa ku tii karto adoon cabsihiin deegaanadan koofur galbeed jublaarna 90 kan maalmoodayna soo aadan rab in looga ciribtiro markaan cadaw ah saddex sano horlan ay u dhimanta taas iyo tan la isma barbar dhig karaba isma barbar dhigma waa ugu dambeyn waxaad ka mid tahay dhalinyarada Muqdisho Nuur marka la eego aragtidaada waa mid u qodonta dhanka ay dawladda waxa Nuur adduunka ku tirinaa taageero shakhsiyan ah oo xubno dawladda ku jira ayuu taageersan yahay mise jihada mustaqbalka dalka u socdo ayadu aragtaa in wadoonaysan u qaaday
ما أنا قد تاجر الدولة دايو أنا قد مر ولا بدولة المصر ماليدان تاجر صراحة لكن حتى القرآن كله جاري حري أنا قد يشعبك الصوماليين دمانتين ومسير كيني ووحنا تعبها هاي دي قالنا دينا كفرت كسر بلا ولا ممليهم إيربور مجر إسبتال مجر وحول بك صوب بلا هوية ضع جوك تجار كعي إسبتال ديك فري وسؤاد حمر وسؤاد ما ماذا كأمور يس عضلة ومشى إسبتال حمر أقول وارد ريم كرتا عريس كإلا ده أنا جا مركز اسمه مرا أمن جينا هجاجسته رو مركز نكشة قيسته طار شقر في عضق بصدى أنا جا مصير النوطه دولدر ووراق إيه كنت وأنا كنت هاجرينا أنت إيه وضرة أنت عمرك أنا كلمنا وكنت هاجرينا وراق جاس إيه ماركتي هرو مركز إيه ماركتي دبنو وسعرينا إن مدة إحنا جا مغنا أد بعض ما سنت هاي كاس وحوها نور حاج أحمد والله يقانون الدنيا لأن يرضى قوي هندا مقدس يكون الكمد أه وحاء ولا فلان قيني هشيس كا قلها وترشى خلنا كوي جارين إيو أريمه المسير يقى أه شعب كتابنا يا قلها وترشى خلنا كوي أي صوص عارين بنجيك السلام سومالي بنك وحو أذيك مش شربحين تكسو كرديها بعصب أونلاين e-payroll wuxuu ku fududeynayaa in aad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo